مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه شوف تي في. علق ناطق رسمي باسم الحكومه مصطفى بيتاس على لجوء بعض الوزراء الى المؤثرين للتواصل مع المواطنين حول عدد من البرامج والمشاريع. واشار بيتاس ان لجوء المؤثرين في برنامج فرصه راجع لكون الفئه الشابه المستهدفه هي من سكان الفيسبوك. وطمأن بيتاس الجميع حول المبالغ الماليه الكبيره المخصصه للمؤثرين، مشيرا الى وجود الحكامه والضبط، مؤكدا ان انفتاح بعض الوزراء على المؤثرين راجع لكون المستهدفين يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهايه هذا الخبر، الى اللقاء.